حضرة سيادة المطران جورج بركوني الموقر متروبوليت بيروت وجبيل وتوابعهما للروم الكاثوليك، حضرة الآباء الأجلاء والأخوات الراهبات والمرنمين، حضرة سيادة اللواء اليشمي، حضرة سيادة العميد الركن ناهي جبران، حضرة ممثل مدير عام الأمن العام الرائد ليسع، حضرات الهيئات والفعاليات الدينية والعسكرية والاجتماعية والبلدية والطبية والحزبية والإعلامية والفنية، أيها السيدات والسادة، بمناسبة عيد مار شربن وعيد مار الياس وعيد الأضحى نعايدكم ونتمنى أن تكون هذه الأعياد أعياد محبة وأعياد هي سلام. وعلى وطننا الحبيب نحتفل اليوم أمام جمعية مروج المحبة الخيرية وكنيسة مار الياس التي عنوانهم المحبة والعطاء والاهتمام بالإنسان، كل إنسان. يا مار الياس الحي، احمي لبنان وشعبه وجيشه وكل القوى الأمنية من كل الفتن لكي يبقى لنا لبنان واحد موحد ولجميع أبنائه. وإذ نلتمس منك المعونة والشفاعة ونلتجئ إليك قائلين، نحن ننجنا من الشدائد والمصائب والشرور ومن فخاخ الأعداء المنظورين والغير منظورين، رد عنا الضربات وأبعد الأمراض والأوبئة والقحط والغلاء، وادفع عنا وسبات الرديئة والشريرة، وكن لنا حافظا ومنجيا. نتقدم باسمي وباسم جمعية مروج المحبة الخيرية من العائلات المحزونة بأحر التعازي، ونطلب اليوم بهذا القداس الإلهي الرحمة والراحة لأمواتنا. وليبارك الله جمعيتنا ويبارك كل من يدخل إليها وكل من يعمل فيها وكل من يساعدها ويقف معها، ليبارك الله ويزيد خيراته. شكرا لسيادة المطران جورج بكعوني الموقر على حضورك بيننا، وشكرا للقوى الأمنية وللجيران اللي عم بيتحملونا وللأصحاب الأيادي البيضاء الذي وقفوا إلى جانب جمعياتنا، وشكرا لكل فرد منكم ولحضوركم اليوم، لأن وجودكم معنا بهذا الاحتفال هو وسام شرف يعلق على صدر جمعيتنا الحبيبة. سيدنا جورج الكل أحساس راضي الله وراضي الناس، بدي من قلبي هنيه بعيد شفيعنا مار الياس، ومجموعين ان شاء الله نضل ايدي وايدك يا خيي، والمحبه بتجمع الكل تحت رايه الجمعيه. واخيرا ندعو لكم بالتوفيق ودوام العافيه والصحه والنجاح، وكل عيد وانتم بألف خير.